ضمن موسم سوق المزارعين الحادي عشر والذي تنظمه وزارة شؤون البلدية والزراعة في حديقة البداية النباتية، تشارك الأسر المنتجة في السوق بشكل أسبوعي بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم منتجاتهم. من جانب آخر، استطاع سوق المزارعين البحرينيين أن يستقطب زوارا من خارج المملكة، إذ يحرصون على زيارة السوق من أجل الاستمتاع بفعاليات السوق وشراء المنتجات المحلية. تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية من خلال اللي هو مشاركة أكثر من 25 أسرة منتجة بشكل أسبوعي، يعني تتغير بإجمالي تقريبا 52 أسرة عندنا، تتنوع أنشطتها بين الزراعة المنزلية والأنشطة الغذائية والحرف اليدوية اللي تشوفونها. أكثر المشاريع اللي يتم التركيز عليها هي المشاريع الغذائية والإنتاج المحلي من بهارات ومخللات، بعض يعني صناعة التمور، العسل، بالإضافة إلى طبعا المشاريع الزراعية المنزلية البسيطة نشوف لها إقبال كبير في السوق هنا. من جهة ثانية يمكن الناس تحب ترجع للتراث، فتشوفين الحرف اليدوية أو صناعة السلال، النقدة اللي مشاركين هنا، حتى الخشبيات من الحرفيين الموجودين في السوق من الأسر المنتجة، يعني قاعدين ندعمهم من خلال وجودهم في هذه السوق. احنا جايين هنا سوق المزارعين، كل سنة نحرص أن نجي، ما شاء الله عندكم منتجات هنا زراعة محلية، وسنويا احنا ما شاء الله في تنوع في الخضار والمنتجات اللي موجودة، فما شاء الله دائما أجي أنا والأهل هنا. مكان جميل جدا، فيه أنواع من الزراعة المحلية، وفيه من الحرف الممتازة، والله يعطيكم العافية. سأقول لكم عن المكان، وايد حلوة لأن في أغراض شعبية حلوين، وفي مكان حق العيال يلعبون مسابقات، حتى وايد حلو المكان.